السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت أعمل معاكو الرمان بطريقة سهلة جدا، حلوة أوي في الشتا وللبرد وجميل جدا. تقشيره في ثواني، هنقطع من هنا ومن هنا كده، وبعد كده نقطع نصين وهوريكوا هنعمل ايه. اهوت قطعته بالشكل ده نصين، قطعته نصين اهو بالشكل ده، وقطعته طبعا من هنا ورحت قسمها نصين. ايوه اعمل كده، نخليها كده هو بالطريقة دي، ونخبطها بقى كده بالشكل ده بظهر الايه السكينة بالشكل ده اهو. في ثواني هتكون خلصت بالشكل ده، بثواني اهو، في ثواني كده بتقشر الرمان اهو، وهي فديت خالص اهي. اهي بالشكل ده اهو، سهل قوي 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 بالطريقة دي اهو، بالطريقة دي في ثانية بتقشريه. وهخلصه واوريهولكم. الرمان خلص اهو بالشكل ده، وخلصته في ثواني خلص. طبعا الواحد بيبقى نفسه في الرمان وعايز ياكل رمان، بس الرمان بقى ايه تقشيره بيبقى غلس، فالواحد بقى لما يقشره بالطريقة دي ويخبط عليه بالسكينة، تفتحيها وتخبطي عليها كده كده، هيبقى يعني في ثواني هيتقشر ويتعمل عصير، يتشال في الفريزر، حلوة قوي بألف هنا وألف شفا. شكرا.